احنا الجلسه دي طبعا جلسه مميزه جدا لان فيها سبيكرز مميزين زي ما الدكتور محمد عبد الله بيقول اللي هو يعني حق يعني انسان الواحد يفخر بيه. فعلى الجانب الاخر الدكتور محمد كمال نصار اثبت نفسه بدليل ان هو اول مدرس كده في طب المنصوره واثبت نفسه انه كان اداؤه مشرف. كل الناس اللي بتتعامل معاه باحترام شديد لانه انسان بيتميز وبيحترم نفسه ومحترم الاخرين. وان شاء الله هيبقى في يوم من الايام الدكتور محمد ده عالم من اهم الكلى في مصر وبره مصر ان شاء الله. الدكتور محمد هيتكلم على الكيدني من نفرولوجي برسبكتيفز. هو زارني كان عارف ان حضرتك موجوده فحاط الكيدني عشان جزء من احترام الذات يعني. اتفضل دكتور محمد. شكرا حسين، الكلام ده كتير علينا بصراحه طيبين. فرصة يعني فرصة جميلة وشرف لي أكون في مركز الكلى دايما. المفروض طبعا أساتذتنا والدكتورة منها إن شاء الله يبقى يوم مثمر بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم كده عن التريتمنت أوف مايلوما كدني. إحنا يعني المفروض ده طبعا المفروض ما يحصلش، إحنا مجرد ما بنشخص حالة مرضى مايلوما بنحولها على طول، إن عندنا في قسم ثلاثة بنحولها على طول للدكتورة منها مباشرة، ما بنعرفش نعمل حاجة تانية بعد كده. فدكتور حسين كلمني من المحاضرة أنا لقيت إن في أوبشنز وفي حاجات إحنا ممكن نساعدهم بيها. هم طبعا هم أبر هاند في التريتمنت، لكن احنا في حاجات كان نفرولوجي برسبكتيفز ممكن نساعدهم فيها. انا برضه من الجزء من الحس محمد لما كنا من اكثر من 12 13 سنه كنا بنتصدى لحاله مرضى المايلوما هنا، اللي هو بنشتغل فيها. بس في الاخر علشان هي فعلا كوستلي بريف معاهم متكلم جدا وحاجات زي كده، بدانا ما نعالجش حاله مرضى المايلوما وكل الناس اضطرها للاونكولوجي يتعامل معاها. It represents 1% of the liver cancer and 16% of the metrogenic cancers. The incidence of renal impairment in multiple myeloma ranges from 2 to 3%. Previously, the international السيرم كان بس كوم اللي كان بنسيتر فور ان استيميتد جي فور لو 60. But more recently the working group has recommended the use of a quick kidney engine network for breakthrough criteria for defining a quick kidney engine in multiple myeloma. The most common cause of a quick kidney engine in patients with multiple myeloma is dust and frost, particularly in those who require renal replacement surgery. The development of a quick kidney engine reduces 1 year survival in patients with multiple myeloma. And recovery of renal function is more predictive of survival than the hematologic response to chemotherapy. قبل ما نبدأ في التريتمنت نعرف الأول الكريتيريا بتاعت الانترناشونال مايلوما وركينج جروبس فور رينال ريسبونس. هم يقسموا رينال ريسبونس إلى كومبليت ريسبونس ده هو البيز لاين جي في أقل من 50 وبعد التريتمنت بقى على 60. بارشال ريسبونس ده هو البيز لاين جي في أقل من 15 وبعد التريتمنت رفع من 30 ل 59. المانو ريسبونس لو البيز لاين اقل من 15 بعد التريتمنت بقى 15 29 او من 15 29 ورفع بعد التريتمنت ل 30 59. السيرفيتيك موداليتيز المتاحه بالنسبه لنا هي الحاجات دي كلها، هي ان احنا نقدر نعمل عن جنرال سبورتيف ميجرز دي نقدر نقوم بيها. ميديكال هاند مايلوما سيرفي دول طبعا اساتذتنا وزمايلنا في ميديكال اونكولوجي، ستيم سيل ترانسبلانتيشن برضه ميديكال اونكولوجي، لكن احنا نقدر نساعدهم ان احنا نعمل اكسترا كوربيرال ريموفال للفيرال تشين زي ما الدكتور محمد عبد الجواد قال ان هي دي الاساس في الديزيز. انا ممكن اعمل بلازما اكستشينج واعمل حاجه اسمها هاي كات اوف الموداليتيز. واخيرا لو وصلت لاند ستيج رينال ديزيز هعمل رينال ريبليسمنت. الجنرال سبورتيف ميجرز اكوردنج للمايلوما وركينج جروب اهم حاجه هي اللايف فلويد انتيك، على الاقل العيان ياخد على الاقل 3 لتر فلويد. طبعا الفلويد انتيك كتير هتزود كميه اليورين فهتقلل البريسبتيشن للكاست وركينج، ولازم طبعا نبقى معاها انت مايلوما سيرفي. يور الكترونيزيشن سيمز نوت تو اوفر ادفانتج ان ذا ريفرسال اوف رينال امبيرمنت ان مايلوما. بايفوسفوسينيز طبعا البيسفوسفوسينيز في حالات الهايبر كالسيميا كان ريدوس الكالسيوم ليفل ان ذا كيس اوف هايبر كالسيميا، لكن لازم ناخد بالنا ان البامدرولين او زرودرونيك اسيد شود نوت بي يوزد ان بيشنت وذ سيفير رينال امبيرمنت اللي هو الكريفن كليرنس اقل من 30. دينوزوماب اللي هو الكلونال انتي بودي الجديد اللي بيستخدم في علاج الاوستيوبروزيس ممكن يبقى يوسف في البيشنت وسايبر كالسيوم اند رينال بيرمنت، لكن لازم اعمل كيرفول مونيتورنج كالسيوم ليفل. اهم نقطه مع الفلويد ادمنستريشن هاي فلويد انتيك هي الافويدنس اوف نيفروتوكس خاصه المانو جلايكوزايدز فورسمايد بيزود الانترنال صوديوم فبيقلل السوليبيليتي بتاعت
لايت تشينج زي البوست فورميشن كونتراست ايجنت طبعا كل الحاجات دي كونترا انديكيتد للبيشنت ويز مالتيبل مايلوما اند رينا. تاني خطوه بالنسبه لنا الميديكال انتي مايلوما ثيرابي. طبعا الكلام ده بالنسبه لنا صعب شويه احنا مش بنسمع عن الاسماء دي كتير. فانا لما جيت اشوف الايجنتس يوزد ان تريتمنت اوف مايلوما انتوا بتقسموا ده على النوفل الستاندرد كيمو ثيرابي اللي هي بنسمع عنها اللي هي الفينان والسيرفوسامايد والمانثوسايكلين والبلاتون بيست ثيرابي مع الدكساكسازون. التارجت ثيرابي دي الجيره الكبيره او الجيره في حاجات كتير منها وده لها زي البروتوزون انهبيتورز والجرافيك انهبيتورز والبروتون انهبيتورز والدنسيتي 38 انهبيتورز. الميونوجليتورز اللي هم الثاليدومايد والميونوجليتومايد والبوما فيدومايد وحاجه اللي الدكتور حسين اتكلم عنها اللي هي الميون تشيك بوينت انهبيتورز. الترديشنال كيمو ثيرابي مشكلتها في العيان اللي عنده ريلاك امبيرمنت ان هي الريسبونس بتاعها اقل كتير من العيان اللي هو ويز نورمال سيرو كريتينين. مشكلة بس ده السايد افكت والتوكسيستي سواء كانت رينال او هيماتولوجيكال سايد افكت اكتر. طبعا زي ما احنا عارفين السيسبلاتين ده الموست نيفروتوكسيك كيمو ثيرابيوتيك ممكن يعمل كي تي ان ثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي هايبرميزيميا فانكوني سندروم ورينال سويت ويستنج. ومشكلته ان رينال تاتش ريفرسال لونج لاستنج ممكن يبقى ريفرسبل. لازم اخد بالي ان العيان السكي دي لازم يقلل الجرعه. لو عين الجي فور بتاعه من 46 ل 60 هنقص الجرعه 25%. لو قال من كده هنقص 50% وعلى الدايلسيس هنقص 50% وديها بعد الدايلسيس. الميلفلان الترديشنال اللي كان مستخدم كتير ممكن يعمل اكيوت كيدي انجي وهايبوناتريميا برضه زي الهيماتولوجيك سايد افكت بيبقى كتير وبرضه هنعوز نوز موديفيكيشن في السي كي دي وفي الانستيج وكذلك السايكلوسامايد انسر. وذلك الروت بتاعهم حاليا في التريت بتاع مطر المعلومة وخاصة موجود هنا الامبيرمنت بدأ يقل جدا مع ظهور النوفل ايجنز. النوفل ايجنز زي ما احنا شايفين الليست كبيره جدا يعني هم الكورتيزون في الهيماتولز والميونوجلاتري والهيماتولز 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 كل دي دراجز اف دي ابروف فور تريتمنت اوف مطر المعلومة. احنا هيبقى تركيزنا في على الكورتيزون في الهيماتول وعلى الميونوجلاتري دراجز لان دول اكتر دراجز تم دراستها في الاستاديز. وهندي كلمتين في الاخر كده على النقطه اللي الدكتور حسين اتكلم فيها الميون تشيك بوينت. اولا البروتوزوم ايه؟ البروتوزوم بيشتغل ازاي؟ البروتوزوم زي ما احنا شايفين هنا بيعمل انهبيشن للبروتوزوم فبيعمل بلوكنج للبروتوزوم. الكلام ده بيعمل برودوسنج كونفليكتنج ريجوليتوري سيجنالز انترفيرنج وذ فيت كانسلر فانكشن بيعمل ديستربنس. التيومر سيلز بيحصل لها بروتوزوم ما بتقدرش تحمل الديستربنس لكن النورمال سيلز بتقدر تحمل الكلام ده بتقدر ان هي تكفر سيلز فهو سيلكتيف على التيومر سيلز. اشهرهم واهمهم هو البروتوزونات او الفيركيت اللي هو زي ما احنا قلنا هنا بيشتغل على مع البروتوزوم فبيقلل الديجريديشن للاي كي بي فاكتور وبيقلل كمان الترانسلوكيشن اكتيفيتي نوكتر فاكتور كان بين النوكلس. الكلام ده بيبقى اسوشيتد مع نقص الانتروبوتيك فاكتورز فيزيد الاوتوسيس نقص الانزيمز والسيل سايكل ريجوليتورز نقص السيتوكاينز ونقص السيت اديشن والبيورز فبيحصل ابوتوسيس وبيحصل دامج للتيومر سيلز. استاذ كتير جدا اتعمل مع البروتوزومات او الفاكتير دي بعض منها في الحالات اللي هنا في البرنت انا هاخد منها الاستاذ دي على 117 عيان 14 منهم كانوا دايلس استلمها. الميلوما ريسبونس اوفر اول كان 73% وده طبعا نتائج كويسه جدا يعني قريبه جدا العين ما عندوش هنا البرم. واكثر يعني 41% من العيانين دول كان الجي فور بتاعهم مترفع بعد التريتمنت اكثر من 80 مللي بير مينت اللي هو شبه نورمال. وال 14 اللي كانوا على دايلس 3 منهم عملوا سكنتريشن كويس. طبعا نتائج كويسه جدا والكلام اتاكد بعد كده بستانس كتير واتعمل عليهم تاكيد دي لسه مشهور السنه اللي فاتت على الميت بيزنس تريتمنت في مطر الميلوما امبيشن تو زيرو البرنامج لما ان الميلوما اوفر ريسبونس كانت اعلى في العينين اللي هم كانوا بيدوا بروتوزمين اوفر الميلوما ريسبونس يعني معناها هيماتولوجيك ريسبونس وكذلك كمان الميت ريسبونس اكتر في العينين اللي كانوا بيدوا بروتوزمين. رينا ريسبونس سواء اوفر اول او كومبليت رينا ريسبونس اللي احنا قلنا عليه كان اكتر كمان في المجموعه اللي بتاعت البروتوزمين. يبقى البروتوزمين اثبت فعاليته جدا وهنتكلم بعد كده دلوقتي ان هو بيحتل الصداره في الجايد لاينز التريتمنت في مطر المعلومه خاصه مع رينا. البروتوزوم الهيبتور الثاني اللي هو الكارفرزوميد ده نوبل سيلكتيف ريفرسال بروتوزوم هيبتور اف دي ابروف فور يوز از سنجل ايجنت كومباين مع الهيدونايت اللي بنتكلم عليه في سكسيزون في مطر المعلومه. الاكسبيرينس بتاعته خلينا الديبلمنت لايف شويه دي جزء من الاستاذ 12 انا اخترت اكثر عدد فيهم اللي هي الاستاذ المنشوره في 2013 على 526 عيان 24% من العيان دول كانت جريت انفلونس اقل من 50. As regards to safety, لقوا ان 13% ريبورتد ورسنج في الهيناف فانكشن طبعا مشكله قوي. والافكسي ما كانش عليها ريبورت لكن الصوره الثانيه ريبورتد افكسي كان قال كتير جدا احنا بنتكلم على 73% احنا بنتكلم عن الاوفر بول ريسبونس 38 و25% ده طبعا هو اضعف كتير من البورتوزوم. طبعا
طب الدوز موديفيكيشن بقى من نقطه الهرمونات از جاب برضه المعلومه برضه الجروب البروتوزوميم لو عامل نورمال انا كده تمام مفيش دوز موديفيكيشن كان دي 1.3 ملي جرام بالمتر سكوير بديها على دي 1 فور ويت كل او بدي ودي الكافروزوميم الدور دي بتاعته اعتقد مش يعني مش حاجات الوايد دوز 20 ملي جرام بالمتر سكوير برضه بتتاخد في سايكلز لكن مفيش كونسنسس واضح على الدوز موديفيكيشن في العالم اللي هو السي بي دي اللي بينستيشن تاني بلاس من الدراجز المهمة اللي اتكلمنا عليها الميونودراتر دراجز الميونودراتر دراجز هما تلاتة الريدوماين واللينا ريدوماين والهوما ريدوماين الاكزاكت ميكانيزم اوف اكشن بتاعه مش معروف لان هو غالبا بتبقى فرايت اوف ميكانيزم الميونودوليشن انت انجوجينيك انت انفلاماتوري انت انت بروفيرتي السيريدوماين ده نوت اكسكريتد باي ذا كيدني داز نوت سوت داز نوت نيد دوز نوتيفيكيشن رينا ريكفري 55-75% بيشنت اللي هم نيورو دايجنوست مالتيبل مايلوما و60% في البيشنت اللي هم ريلابس ريفراكتوري سيس لكن هم لاحظوا ان في بعض العيال من دايلسيس بيجي لهم اكسبيان غير كده برضه الاستاذ اللي اتعمل عليه كتير جدا انا اخترت منهم الاثنين ستارز دول هنا استخدم استريدو مايل على 62 عيان الجي اف ار بتاعه 62 و4% كان اون دايلسيس الاوفر اول ريسبونس كان 63% دي نتيجه برضه مش بطاله الميجر هنا ريسبونس كان 55% في التوكسيس بتاع الميجر ما كانش في مشاكل كتير. استادي تانية برضه اتعملت على 41 عيان في الدايسيس قارنوها بين الكونفشنال سيرب اللي هي الفيدال والفين كريستين الادري مايسن تكسب لو ان المجموعه اللي خدت تريدو مايل كان فيها هنا ريسبونس كان اعلى كتير والاوفر اول ريسبونس كان اعلى كتير وكان 8.8 عيانين دايسيس ديبندنت اسمها دايسيس ديبندنت طبعا كانت نتائج كبيره جدا في عيانين عندهم اكبر من لا التقسيم ده انا ممكن اعمله لحضرتك شكرا الموليكول بعد كده اللي هو الليجن ده سكند جينيريشن بتاع الميونودرات الدراكت هو بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكيدني وذلك هيعوز دوس ادجستمنت اكوردنج تو ذا ديجري اوف لينا دي برضه ستادز كتير اتعملت عليه انا اخترت منهم برضه الاثنين ستادز دول دراكت على 98 عيان ودراكت 35 عيان من 13 في الدايلسيس برضه نفس القصه احنا بنتكلم على الاوفر اول ريسبونس حوالي 65% والاوفر اول ريسبونس حوالي 45% جزء منها برضه توكسيستي. البوماليدومايد ده نظر سكند جنريشن وفي ناس بيعتبروه سيرد جنريشن من الدراتر دراجز هو بيحصل له ميتابولايزيشن بيفور اكسكريشن 2% بس بيوصلوا الكدني وذلك مش هيحتاج دوز موديفيكيشن. ودي برضه ستاتس كتير اتعملت عليه ولقوا ان هو مفيش فرق في السايد افكت بينه وبين العيال اللي عندهم نورمال لينا فانكشن ما فرقش كتير لكن الافكس اقل شويه عن البوماليدومايد. برضه السلايد اللي احنا بنختم بيها كل كلاس دوز موديفيكيشن هي اكوردنج للانترناشونال ميلوما وركينج جروب. السيريدوماين بيتاخد 50-200 ملي جرام ومش محتاج دوز موديفيكيشن. النينريدوماين بيتاخد 25 ملي جرام بير دي وكل ما الجي اف ار بيقل لحد الدايسيس بعوز بقلل الجرعه عشان اشيل التوكسيس بتاعه. البوماليدوماين بياخد 4 ملي جرام بير دي ولسه في اون جوينج ستادي على الموديفيكيشن بتاعته لان احداثهم الخروج تدرج جوه البوماليدوماين. اخر كلاس هتكلم عليه في النوت ديجنس هو الميون شيب بوينت بيتر اوردر كنا لسه بنتكلم عليه ودور دي تيومر سيل زياد ودي تي سيلز التي سيلز لما تروح بتهاجمها طبعا عن طريق تي سيل ريسبتور بتبقى بتعمل اتاتشمنت مع الام اتش سي كلاس تومر تيول بس لازم السيجنال تقول احنا كلنا عارفينها التي سيل على حاجه اسمها بروجراندس 1 وصدف التيومر سيل بروجراندس ليجاند 1 لما الاثنين دول حصل لهم اتاتشمنت هيحصل بلوكنج للتي سيل مش هتقدر تعمل كيلينج للتيومر سيلز لكن انا عملت تارجتنج للبروجرام ديس 1 او بروجرام ديس ليجند 1 بانتي بودي الكلام ده هيحرر التي سيل وتبدا انها تعمل كيلينج للتيومر في اثنين موجودين منهم في السوق اللي هو النيفرومات والبيمبروزومات الاثنين موجودين في السوق طبعا لسه كلاس جديده ولسه اعتقد ان هي مش موجوده في مصر على قد ما عرفت هي في دي بس مش موجوده في مصر بالنسبه للميديكال سيرفي هنختم بقى زي ما تعودنا بالكومبيتيشن بتاعت المايلوما وركينج جروب بروتوزوميل بيست ريجيمنز اللي مينز كورنر ستون في مانجمنت في مايلوما ريتد هنا هي رقم واحد والليفل اوف كونفيدنس جريت هي هاي ليفل اوف سبكوتينس ادمنستريشن اوف بروتوزوميل هاي افكتس سيميلر تو انترافينس سبكوتينس زي انترافينس هاي دوز ديكسام سيزون شود بي ادمنستر فور ات ليست ذا فيرست مانس اوف سيرفي لازم اخد ديكسام سيزون ذا اديشن اوف سيرفي دراج تو كونتين ديكسام سيمز تو بي بينيفيشال سيريدو مايل از افكتد ان بيشنت ويز مايلوما وزينا بالبرنت وشوت بي ادمنستر وزود دوز ريفيكيشن لان ريدو مايل از اوسو افكتد ان سيف مين ان بيشنت ويز مايل بودي زينا بالبرنت اند شوت بي ادمنستر ويز دوز ادجستمنت اكوردنج تو ذا بيشن كريتيك كلاس يبقى الفيركيد هو رقم واحد ومعاه ديكسام سيزون ومعانا كمان حاجات اللي بنقول من دولات الدراجز لو في ريلابس او في
ريزيستنس. احنا مشينا كده برمان كذلك برضو السيرم في الكونسنتريشن ده اللي في الاول بيز لاين قال
والكيس ده فضل يمتين ورجع في 6 شهور بعد ما وقفنا البلازما استشارج. فكان في كومبليت ورباشيا رينا ريسبونس. لكن انا ما اقدرش اعتبر الكلام ده لان دي كلها كيس سيريز مفيش كنترول بيشنت موجودين عندنا عشان انا اسس الفكاسي بتاع التوتال بلازما استشارج على التوصل. وبعد عمل الرنمات الكنترول ترايل هي الكوميريت ترايل اللي بدات في 2008 وكان المفروض ان هي كنترول 82 بيشن لكن للاسف الاستاد دي وقفت موجوده في كاليفورنيا وعرض النتائج بتاعتهم بعد ما تختار 79 عينه من كان نيجاتيف بالنسبه وبناء عليه دايوز التوتال بلازما استشارج عشان نقدر نتاست الفروسي ونو بي ريكومندد اون ذا بيزس اوف ذا كارنت الاكسترا كنترول موفل. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اشتغل بيها حاجه اسمها هايبر اوف مودرنس. يعني هايبر اوف مودرنس هايبر اوف ده هايبر ده التكنيك ده يوصل لدايليسيس مودرن ذات هاز ا هايبر اوف وفلتر سبستانس ابروكسيميتلي 60 كيلو يعني هو الفلتر ده او الدايليسيس مودرن ده في بوز زي ما تشوف شغاله دلوقتي تقدر تعمل فلتريشن مولكيولز توصل لحد 60 كيلو المودرن هاز هايست كلينس اوف مينرال جلوكوز والجلوكوز اوف دايليسيس اند ريبريزنتس ميجر ديفلوبمنت اوف ذا دايليسيس. وبصينا للصوره هنا ده الهايبر ده الهاي فلوكس دايليسيس ده البوز اللي موجوده فيه الاستيميشن بتاعها والبور بتاع السايز بتاعها من 3.5 ل 5.5 نانو متر. لكن لو بصينا هاي كات اوف البوز طبعا عددهم اكبر وحجمهم اكبر تقريبا الضعف من 8 ل 12 نانو متر السايز بتاع المفيد ده يعمل فلتريشن لمولكيولز بحجم اكبر بشكل كبير. دي المولكيولز اللي عشان نبقى عارفينها الحاجات اللي احنا بنشتغل معاها البيتا 2 مايكرو جلوبل اللي احنا الدكتور محمد قال عليه ان احنا بنعملها دايس للبولوزس ده عباره عن المولكيولز بتاعه 11.8 كيلو دالتون. الكبر اللي احنا بنتكلم عليها لايت شير 22.5 او 25 كيلو دالتون واللندا 45 كيلو دالتون. الهاي كات اوف ده الليزر ده بيقدر يعمل فلتريشن لحد 60 و 65 كيلو دالتون فبيقدر يعمل فيشن ريموفال في الكلام ده. لو بصينا هنا الدياجرام ده برضه هاي فلوكس اهو انا ده الحاجات اللي بنبص وحاجه اسمها السيمين كوفيشن. يعني السيمين كوفيشن ده رقم بيقيس البرمابيلتي لسلوك معين هو من صفر من 0 ل 1 0 اللي هو لوست برمابيلتي 1 اللي هو لايست برمابيلتي. فلو بصينا على الهاي فلوكس اخره عند الفيتامين بي 12 اللي هو 1.10 كيلو دلتا ده اقصى حاجه بشده. الهاي فلوكس بيوصل لحد 20 او 18 كيلو دلتا لكن لو بصينا هنا البيتا 2 مايكرو جلوبال هنا السيمين كوفيشن بتاعها عالي جدا. الهاي كات اوف دايليسيس ممكن يوصل لحد 65 وحتى وصل لغايه النهار وحتى زي ما بنتكلم دلوقتي السيمين كوفيشن بتاعتهم هم الهاي فلوكس والهاي فلوكس والهاي كات اوف اليوريا طبعا هو سمول سلوت فبيعدي مفيش مشكله. البيتا 2 مايكرو جلوبال السيمين كوفيشن 8.10 الهاي فلوكس ده عالي واحد فده فيري هاي للهاي كات اوف دايليسيس. الالبومين لو فلوكس وهاي فلوكس ما بيحصلش وسط الالبومين لكن السيفنج بروفيشن بتاع الهاي كات اوف للالبومين 2.10 فممكن ده المشكله بتاعته ممكن يحصل لوس للالبومين اثناء السيشن فده حاجه لازم اخد بالي منها ممكن يحصل لوس الالبومين محتاج ان انا الاقي الكسر. تمام؟ الهاي كات اوف دايليسيس من الجنس الموجودين في السوق هم اثنين تبع شركه جامبو هي جامبو اوبتينز اونلي دايليسيس من الجنس ذات فولفيل ذا كريتيريا اوف كلاسيفيكيشن فور هاي كات اوف دايليسيس. السيرفيس كده بتاعتها 1.1 ده اسمه 1100 هو ده اسمه كده او 2.1 متر سكوير اللي هو اسمه السيرفر. البيترو ستادي شوز ذات هاي كات اوف هيمودايز ميمبرين ستور اوف ريموفينج ات ليست 90% اوف فيلاد شين اوفر سيود بيريد يعني شيل 90% من الكميه بتاعت الفيلاد شين على مدار 3 اسابيع دي كميه مش قليله. هو اصلا بيبدا في التريتمنت في البدايه اصلا الكونديشن بتظبط كده ماشي مع السيرفيس سيرفر عشان يعمل ريموفال في الموتور سيرفيس ريموفال للديزيز سبيسيفيكلي فور توكسينز زي الفيلاد تشين في حالات الماكرو ميلوما او المايلوما في حالات الدوت ماكس. اتعمل ستاتس كتير على الاقل اللي هو 100% هاي كات اوف ميمبرين وزي ما احنا شايفين كلهم الجيل فور بتاعهم بقيت سبعه كيلاتين كان سبعه وسته ارقام كتير معظمهم هيمو دايليسيس ديبندنت وكانت معظمهم خدوا 14 او 6 جلسات عدد من 3 جلسات الهيمو دايليسيس في بعد كده والدايليسيس ديبندنس كانت نسبه عاليه جدا. طبعا ده كان اتشيفمنت ان احنا نقدر نوصل لدرجه الاندبندنس احنا كنا بنتكلم على 40% 30% اقدر اوصل ل 75%. لكن انا ما اقدرش اعتمد الكلام ده لان دي كلها اوبزرفيشن ستادز ما هيش راندمايزد كنترول ستادز وكلها بتستخدم مع الفالكين والفالكين اصلا اوريدي له هاي ريت اوف ريسبونس. ولذلك احنا عندنا رانج او يعني واحده رانج واحده طلعت تو راندمايزد كنترول ترايل تو ايفالويت ذا رول اوف هاي كات اوف مودايسيس ان ذا ريكفري اوف فينا كومبلمنت انبيشن تظبطهم ما هم بياخدوا برضه سنين. اولا كانت الكوميت ترايل بدات في 2008 وانتهت في 2016 كانت على 90 عيان 45 منهم خدوا كيمو سيرم بورتوزاميد بيست مع انتنسيف هاي كات اوف دايليسيس كانوا بيعملوا جلسه كل يوم لمده 12 يوم وبعد كده يوم بعد يوم لمده 3 اسابيع لحد ما عانيت الكفر مش محتاج دايليسيس. وصار الكنترول جروب اللي هم خدوا برضه كيمو سيرم
اللي كان فيها بلتوزومين ومعها هاي فلاكس تايمز. النتائج بتاعتها لسه ما انتشرتش، لكن هم اعلنوا على النتائج بتاعتها في المؤتمر ده اللي هو تونس فيرست كونجرس في الاوروبيان هيدروجي اسوشن اللي كانت تقريبا في جون 2016. وكانت النتيجه كالعاده ان هم من هاي كابو في مدايزز دازن نوت من جروب اوت من معلومه بس ده اي حاجه هتتعشم فينا على الاوبزرفيشن ستاتس مجرد ما بنعمل كنترول ونعمل كنترول طيب كالعاده الدنيا بتقع. في استوديو ثانيه بقى احنا مستنيينها فرنش استوديو اسمها ماير استوديو، انا لسه بدات الجوين طبعا لسه ما خلصتش، ونتمنى ان الامور بالنسبه لك كويسه. هم على فكره في الماير استوديو بيستخدموا السيراميك اللي هو لارج سيرفيس سكرين من 1 10 متر سكوير، انما في الجوين اللي بيستخدموا زي ما تعودنا نختم بالريكومنديشن في السيكتور ده. الكارنت داتا سبورت ذا يوز اوف باك اب في مودرنس انترفينشن وذ انتي مايلوما سيرابي فور بيشنت وذ مايلوما ان ذا كيت كيدنش. In the case it is not available, لازم تتشينج كيدني و بنفيت ان سيلكت بيشنت و جريد بتاعها سي طبعا، فده على فيري لو ليفل اوف ايفيدنس. هي مشكله الفيرولات تشينج دي ان هي فريلي كان فري موف من انتر سيلر للاكسترا سيلر كونفرت. البلازما تشينج الموضه بتاعتها صغيره يعني ساعه ساعه ونص ما بتزيدش عن كده. فانا يعني بعد ما اسحبه في الفيرولات تشينج هتلاقي هيبقى يحصل داون تاني. لكن هاي كلمه دايس ممكن يتعمل لحد 8 ل 12 ساعه، ممكن يتعمل ديلي. فده كان الاوبشن وكان الادفانتج كمان بتيجي اكتر مع هاي كلمه. النقطه الاخيره هي رينا ريبليسمنت سيرم. رينا ريبليسمنت سيرم خلاص العام وصل لاند ستيج ما قدمش دايس طبعا، هيم دايس وبرنامج دايس الاثنين بيستخدموا لكن الاول كانوا بيفرقش الاثنين زي بعض. لكن لازم ناخد بالي ان في رينا ريبليسمنت سيرم النقطه اللي هم اسوشيتد مع الجوست سرفايفل وهاي مورتال ريت نتيجه طبعا السيفيتي والتومر بيردن والهاي توكسيسيس. رينا ترانسبلانتيشن اللي هو ما ينفعش ازرع العيان لسه نوت كيورد الكيمي ترانسبلانتيشن هيحصل ريكارنس تاني لان الديزيز ده اصلا انكيورابل. يحصل نسبه الريلابس فيه نسبه عاليه جدا طبعا الكيورابيلتي مع الايه؟ مع الستيم سيل ترانسبلانتيشن. وذلك كومباين بون مارو في الكيمي ترانسبلانتيشن مين سويتابل فور يانجر بيشن بعد ما عمل ديزيز ريشن ونورماليزيشن للفيلوتيشن. لكن المشكله طبعا ان هو جريد في كات وما تهيأليش ان هو افيلبل عندنا في مصر ما سمعتش ان هو اتعمل الستي سيريز دي كانت على 7 عينين عملوا ان ستيج مع مطر ومعلومه عملوا كومبايند اتش ال اي ماشي بتجيبني من مره ترانسبلانت وعملوا فولو اب اكتر من 12 سنه. البرومات السيرابي ادوهم هاي لو سيرابي اسمها بي تي جي وجريت ترانسبلانت سنه جراديشن عشان اعمل ايه هاي لو سيرابي عشان اعمل ستيم سيل ترانسبلانت. والسيرابي اسبوع ما استخدم كالسيوم اللي هو الوحيد البوست ترانسبلانت في سيرابي وتقف في معظم العينين عند 73 يوم بوست ترانسبلانت. النتائج كانت ايه؟ النتائج ان كان في كاميرزم غير الكاميرزم اللي عندهم. يعني كاميرزم يعني ان العيان ده عنده تو ديستنكت جينيتك تايبس اوف سيلز، السيلز بتاعته زي السيلز بتاعت الدونر اللي انا بتهيألي. تمام؟ فده بيساعد ان هو يعتبر ان الجرافت اللي بتجيب له كانها نون فورن انش ما عملش قدها ريجكشن. دي كانت حاجه ادفانتج. الجرافت بس سوست ديزيز اللي احنا بنخاف منه في الهومر ترانسبلانت في الاكيوت كان بسيط خالص حاجه واحده، لكن في الكورونا كان في بعض الحالات اسوء. ليه من صبرش احنا نزل بيه منهم مشى وزاره من صبرش من اكثر من 11 سنه الريتم بتاعه كان في معظمهم ستيبل. الديزيز في نسبه فايبر كل سنه كانت فترات كويسه جدا 6 سنين و 15 سنه. الكوز اوف ديس كان في اثنين منهم بروجريسيف مايلوما وحاله ثانيه ترانسبلانت اسوشيتد مايلوما. لذلك ان هو الاوبشن ده موجود لكن طبعا لو وفر العيان لانج بيشنت هيبقى طبعا مفيد جدا لكن كوست والافيلابيلتي هي الفكره. تو كونكلود مايلوما كاست نفروبس از ميديكال ايمرجنسي. Diagnosis should be established as fast as possible and that myeloma therapy should be started immediately after confirmation of diagnosis by biopsy to rapidly restore renal function. For patients who require dialysis, the goal of therapy should be independence for dialysis, not complete renal recovery. And API offers treatment options including stent thrombolytic agents and metabolic stem cell transplantation. Thank you. انا هسالك سؤال محدد. انت في البلازما اكسشين طلعت ان هو ديسابوينتنج في الهايبر اوف البلازما طلعت لكن احنا لو مسكت الكرايتيريا بتاعه الابلكيشن بلازما اكسشين هتبقى الكرايتيريا هتدي اوبشن ايه بقى الكرايتيريا اللي انا بنسال اعمل بلازما اكسشين لو انا طبعا لو في ليفل عالي من الفيروتشين ده يدي اوبشن.
وطبعا هنا الانفيرمنت او جود دوكيومنتيشن للبايوبسي للميلوما كميلوما كاستنج فورسي. وده حتى كان في عدد بيت في بعض الاستاتس في ناس دوكيومنت بايوبسي وناس مش دوكيومنت. وطبعا ارمي يعني كل المبدا ارمي في فرصه الريفرسال هنا قبل ما تطلع. ثلاثه وجود سيروم فري لايت تشين اكثر من 50 دكتور محمد عبدالله قال في المحاضره 500 لا 50 ده هو ارقام اقل من كده اكثر من 500 ده اكثر من 500 ملي جرام بالليتر ده الليفل زائد ثالث حاجه ريكومنديشن كاست اند باثولوجي والاكسكلوجن كرايتيريا لو انا عملت بايوس وما لقيتش معلومه كاست ده هيخلينا ابعد واذا كان العيان كده كده شكله بقيت الكل وبقيت التسعه تقول انه مش هيطول مفيش داعي ان انا اقدم الحاجات دي. فاذا حطيت ثلاثه كرايتيريا مع بعض ده بيزود اليلد اوف سكسسفول ريموفال للايف شيل طبعا بالاضافه للانتي كانسر البروتوزومير الحاجه الثانيه في تكنيك الاستراتوبريال ثيرابي ابزوربشن في تكنيكس كتير بس انا ما حبيتش الاسهم لا انت بس تو اسمه انهانسد ابسوربشن اناليسيس اي انهانسد ابسوربشن اناليسيس بلازما سيبريشن اي اي تي في بلازما سيبريشن اكتر من تكنيك ايه بس تو انا ما بصراحه بس ان هو بيعمل ديفيوجن مع كونفكشن هيخليني ما اقدرش اقدم تمام بيعمل ديفيوجن مع كونفكشن هدخله تاني بعد ما فبالتالي القصص والله اكتر ارخص من البلازما انا بفتح محمد بس اللي هو ده اللي هو في الجايد لاينز فيرست اوبشن هستخدم البلازما اكسشينج ولا هو بدل ما تخلص من الضغط ده ما انا مش قادر اسيبها تخلص من الفري لايت هو الميزه بتقول ايه يعني خلصت من يعني الميزه زي ما انا قلت ان لايك اوف ذا ريس ده بيبقى اكستندد فبيشن السمول سايز بتاعها والديستريبيوشن فده بيحسن اكتر لكن البلازما اكستنشن ما بتبقاش ديستريبيوشن اكتر بقى بعد ما خلص الجلسه اكتر اصلا الهاي كات مش عامل في النص في النص بس طبعا مش لدرجه في مش لدرجه توصل للبلازما اكستنشن في النص تصرفات دكتور عمرو مبروك على الصوره بعد اذنك دكتور عمرو بالنسبه للجدول احنا بقى برضه فور هاو لونج تايم اي ستيل هاف ا هوب كيد فانكشن كان بي ريكفر فانكشن ذات بيد اند ريكفر فور هاو لونج تايم اي ويل بوستبون ماي ديسيجن هي دي ديسيجن اول القرار ده قرار مفيش فيه يعني فاينل وما كان معظم الناس بتستخدم ان هو تريتمنت بيستمر ثلاث شهور. انا كنت عاوز اقول برضه الجمله دي الرايفل لما الايكن جت شالت الايكن قالت لك قالوا عيب الرايفل ان فيها تو كرايتيريا يعتبر او كم كرايتيريا اللي هو ال نص وبعدين الاي اند ستيج. انا كنت بعتبر ان وجود الاي في الرايفل اند ستيج تعريفه ثلاث شهور وما حصلش ريكفري. فبعتبره واخده كده وبعمله على كل الاكوت هيدر فيلر. لو الاكوت هيدر فيلر فضل ثلاث شهور مفيش ريكفري ده فترجمها ان ده ريفرسبل اكوت هيدر فيلر يساوي معامله ان اس اتش دي ديزيز اعتبارا من الجمله بتاع الرايفل نفسها بتاعت وحتى كان في ديبيت على التايم بتاع الكريشن فيستولا الشاشه لونج تيرم داياليسيس فما كانش في كونسنسس زي قصه الريفيشن لكن هم كله اكد ان فرصه الريكفربيلتي بتحصل اكتر لما بنبدا ايه اللي تريتمنت ولا ديجنوز طبعا كل ما الوقت اتاخر كل ما فرصه الريكفربيلتي وخاصه ست شهور يعني حتى هم في ناس كلمه لحد ست شهور فيعني الكلام عادي جدا مش فاهم بس الحقيقه برضه لو فكرنا على الاوت كام بتاع انا اسال الدكتوره مها سؤال سبيسيفيك شويه البروتوزومين بتدوه كام سايكل انا اعرف ان واحد احنا عندنا مثلا في الترانسبلانتيشن سواء في استخدام الاندكشن استخدام التريتمنت في ريفراكتوري اكوت اند كيور ريجكشن اربع دوزز احنا عندنا اربع برضه سايكل لازم
لو الريسبونس مش قوي بتعدل السايكل بس لا بس لكن بتقدر تدي اكتر من سايكل والمسافه بين السايكلز وضع دي النسبه بنفتاي يبدا تاني السايد افكتس زي الجاسترو سايد افكتس المشهور عنه